صباح الخير أو مساء الخير يا برج الجدي. طب يا برج الجدي، خلينا نشوف قراءتك العاطفية. أنت في طاقة الجادجمنت والفايف أوف كابس وفور أوف سوردز، ممكن يكون في علاقة انتهت الفترة اللي فاتت دي، وما زالت هذه العلاقة مؤثرة عليك أو كانت منتهية وبعد كده تم الرجوع، مثلا رجعتوا لبعض تاني. خلينا هنشوف برضو كله هيبان من هنا. وممكن تكون في صحوة جواك بدأت، يعني بدأت إن أنت تشعر بيها في هذه العلاقة يعني. وممكن يكون رجوع برضو، لأن أعتقد أنتوا مفارقين بعض بقالكم مدة وبعد كده تم الرجوع مرة تانية. فخلينا نشوف. طيب هنا مشاعر الشريك ايه؟ زعلان منك قوي. لا، ده انفصال بقى، انتم منفصلين عن بعض وانفصال حقيقي. انتم ممكن تكونوا كنتوا زعلانين من بعض وانفصلتوا انفصال حقيقي، يعني خلاص مثلا انت عملت بلوك وهو عمل لك بلوك، او انفصال في محكمة وهو خد الاولاد مثلا او حاجة زي كده. طيب خلينا نشوف كده، طاقتك غريبة شوية برج الجد. عايز الشخص مشاعره ايه اتجاهك؟ زي ما بقيت هنا الشخص ده بيفكر فيك قوي، وانا هخلي دول على جنب كده بس عشان يبقوا معايا. بيفكر فيك قوي قوي قوي، وانت شاغل جزء كبير قوي من تفكير هذا الشخص. ممكن تكونوا بالفعل انتوا رجعتوا لبعض، بس هذا الشخص مش عارف. الشخص ده على فكرة غريب شوية. إذا هرمت هنا معناها إنه ممكن يكون بيفكر في مشاعره مش من الناحية العاطفية. ده بيفكر هل أنت بالفعل مثلا بتحبه ولا لأ. هو على فكرة مش متأكد إذا كنت أنت عايزه أصلا ولا لأ. وممكن كمان بيفكر بشكل، هو بيفكر بشكل مش عاطفي خالص. هو راكن مشاعره أصلا وداخل جوا ذاته قوي، داخل جوا ذاته قوي، وعمال يفكر هل يستنى ولا يبص لقدام، يعني يديك ظهره بقى ولا يبص لقدام ولا يكمل معاك ولا يديك فرصة تانية. مثلا ممكن تكون انتوا بالفعل رجعتوا تتكلموا بعد زعل مثلا، وانت عرضت عليه مثلا ان احنا طب تعالى مثلا ندخل العلاقة وندي فرصة تانية لهذه العلاقة. فهو ان كنت بالفعل رجعتوا لبعض، فما زال هذا الشخص بيفكر تفكير، الشخص بيفكر تفكير سلبي على فكرة مش ايجابي، بيفكر تفكير سلبي فيك، يعني مش سلبي اللي هو بيشتمك في دماغه، لا هو الحقيقة في دماغه بيتخانق معاك. شوف بقى المفاجأة، هو في دماغه، داخل دماغه هو بيتخانق معاك. بص، في جوه دماغه في خناقة. مش بقولك الشخص ده مش سوي نفسيا، مش مريض نفسي، لكن في الحالة دي هو مش سوي نفسيا، بيفكر تفكير سلبي قوي قوي، وشعر بأن العلاقة دي مش هتكمل مثلا. يعني انتوا رجعتوا بالفعل، رجعتوا وكل حاجة تمام وتأسفتوا لبعض وكل حاجة، لكن هو داخليا هو مش عارف يحط رجله فين. انا بحبه ولا بكرهه، عايزه ولا مش عايزه. عنده كلام كتير هذا الشخص ده. الشخص ده كله عصيان عصيان، مفيش كوباية خالص خالص. حتى هو ظهر متينة برضو، بص ماسك عصاية برضو. ده ممكن تكون بتعامل مع حد برج ناري مثلا، او جوزاء، ترابي، حمل برضو جوزاء او جالو. بس هو داخليا مش عارف يثبت على مشاعر محددة ليك من الاخر كده، ولا هو اصلا مش متأكد منك. الشخص ده لو كان برج العذراء، فخلي بالك ان برج العذراء شكاك شوية، يعني بيشك في كلام اللي معاه. يعني انت مثلا كبرج جدي لو قلت بحبك يبقى بحبك، وحشتني يبقى وحشتني، عايز ارجع يبقى عايز ارجع. انما هو ممكن يكون هيرجع ليك مره تانية، هيدخل في العلاقه تاني، ولكن داخليا هو بيبحث عن اجوبه وعنده اسئله. ده هرمت، ده الشخص ده كاهن،
يدخل في الكهف بتاعه ينعزل عن الناس عشان يجاوب على أسئلة جوه دماغه هو، جوه عقله هو. فهو عنده أسئلة كتير قوي هو مش عارف يقولها لك. يعني مثلا عايز يقول لك احنا هنكمل نروح فين مثلا، طب بعد كده ايه اللي هيحصل في العلاقة، طب الخطوة جاية ايه. بيحب يفكر الأول وبعد كده يشغل قلبه. لو هو مش يشغل قلبه قبل عقله أبدا، هو مازال عقله عنده أسئلة ملهاش إجابة. فلو الشخص ده بيتعامل معاك بمعاملة جافة شوية، يبقى هو لسه ما لقاش الأجوبة اللي هو في دماغه. بس أنا مش عارفة هو مشاعره إيه بالظبط ليك. هو بيفكر فيك، بس بيفكر فيك مش تفكير حب، مش اشتياق، لا، التفكير اللي هو العلاقة دي رايحة فين؟ طب وبعد ما نرجع؟ طب لو رجعنا هتحصل نفس المشاكل اللي حصلت قبل كده ولا لأ؟ طب لما أحب أمشي من العلاقة همشي أروح فين؟ دي مشاعره دلوقتي. ممكن كمان ده يرمت كمان مش معناه إن هو مشغل مشاعره أصلا، معناه إن هو مشغل عقله بس، بيفكر بس هيروح فين بعد كده. يظهر ان انت قاعده في الشقه ولا ايه، هو خايف يطرد منها. طيب هو شايفك ازاي؟ هو شايفك ان انت شخص مستقر جدا. اعتقد يا برج الجدي، الشخص ده على فكره انا مش عارفه، جات لي كده مره واحده لما من الجلود كده بس ببص لها كده، الشخص ده ممكن يكون اقل منك ماديا. لو بنت مثلا، لو انت راجل، البنت دي أقل منك ماديا وأنت أعجبت بيها ودخلتوا مع بعض علاقة، وبعدين هي مثلا مشيت من هذه العلاقة لأنها حاسة بإن هي مش هتقدر تكمل معاك. مثلا أنت شخص غني أوي أو عندك عيلة كبيرة مثلا، وهي مثلا عيلتها متوسطة أو عيلة ما فيهاش ناس عظماء مثلا حاجة، أو مش عظماء، ما بلاش نقول الجملة دي، خلينا نقول مثلا إن هي بتفكر تفكير تحت رجليها كده زي ما بيقولوا، يعني ما بتبصش لقدام. هي بتبص، طب انا دلوقتي لو اهله مثلا ممكن ما يوافقوش عليا، اصلا انا مش مثلا مش بنت ناس قوي، مش عارفه ايه، ممكن. او انت معجبه بواحد تفكيره مادي شويه، ممكن يكون مش معاه فلوس وانت مستقره ماديا جدا، انت شخصيه معاك فلوس ومستقره، وبنت رجل مثلا بيملك شركات او رجل اعمال، او انت متعلمه وهو لا، حاجه كده. لان دول مع بعض يوحيلي بكده، لأنه بيفكر جامد قوي، شخص بيفكر جامد قوي، بيفكر في العلاقة ككل. وهو شايفك ازاي؟ شايفك الكينج اوف بنتكلز، شايفك شخص متمكن وجاد ومستقل ماديا وعاطفيا وكل حاجة، كل حاجة. طب هو زعلان منك؟ زعلان منك ليه؟ هو ممكن يكون زعلان منك لأنك بتحكم عليه بصراحة أو مش فاهمه. بتحكم عليه بسرعة أوي أوي، بتقطع مرة واحدة هذه العلاقة. أنت مش فاهمه على فكرة يا برج جاتي، مش فاهم هذا الشخص خالص، وأنا هحاول إن أنا أوصل الشخص ده بيفكر إزاي. هو مبدئيا الشخص ده لو هو بيخرج من العلاقة مرة واحدة وما بيرضاش يرجع يكلمك مرة تاني مثلا، أو أنت مثلا بتروح تصالحه وتقول أنت بتعمل كده ليه؟ انت بتقطع معايا ليه؟ انا ما امتلكش حاجه. يعني مثلا تكونوا خارجين في مكان مثلا وراجعين مبسوطين جدا، وتروح مكلمه ما يردش، يقفل تليفونه، او مثلا تلاقيه اتغير معاك مره واحده، تروح تسال. فانت طبعا بيجي لك، طبعا اي شخص عموما مش انت بس، اي حد هيلاقي التصرفات دي تروح قاطع معاه بقى، خلاص انت شخص كذاب، انت ما بتحبنيش، انت بتستغلني مثلا عشان انا معايا فلوس او عشان كذا، او انت رضيتي تدخلي في هذه العلاقه وعشان انا مثلا شكلي حلو او حاجه كده. لكن هذا الشخص على فكره، خلي بالك، الشخص ده عنده يأس. الشخص ده عنده يأس، عنده يأس منك مش منك انت. لازم افهم الشخص ده ماله. لازم افهم. حسيت ان انا فيلم هندي دلوقتي. الشخص ده بيعمل معاك كده ليه؟ أو بيعمل تصرفات غريبة، فهو بيعمل تصرفات غريبة. التين اوف بانكلز على فكرة الشخص ده بيحبك أوي. بص يا برج الجدي، هذا الشخص يا إما شايفك زي ما قلت لك حد أعلى منه مش هيقدر انه يخش معاه في علاقة،
يا اما شافك شخص سوي قوي نفسيا، سوي نفسيا، وهو مش مستعد للدخول في العلاقة دي، حاجة من الاتنين، لانه شايفك مستقر، مستقر جدا وعارف انت عايز ايه. يعني انت داخل العلاقة مساء الخير انا عايز احب، هو بداخل يقول مساء الخير انا عايز اجرب، ده الفرق. فلو هذا الشخص بيعمل معاك حركات اوف اون، فهو مش مستقر نفسيا، مش سوي نفسيا بقى، لا مش مستقر نفسيا، ممكن يكون خارج من تجربة سابقة مأثرة على نفسيته جدا، فمش عارف انه يدخل او يدخل معاك هذه العلاقة، وطبعا انت مش فاهمه فبتحكم عليه احكام غلط. هو شاعر باتجاهك بمشاعر، بس هو مش هيقدر يخش في العلاقة دي، مش قادر. او ممكن يظهر لك بانه هيخش في العلاقة لكنه على فكرة من جواه هو مش سوي، لانه من جواه، بص الفايف اوف وان، من جواه هو متلخبط مش عارف هو بيحبك ولا بيكرهك. وممكن يكون الشخص ده، انا ممكن يكون هذا الشخص مرتبط او في علاقة تانية من ثلاثية، هل هذا الشخص مرتبط او في علاقة تانية؟ هو كان في علاقة وتركها خلاص، هو ما زالت على فكرة العلاقة دي مأثرة عليه، خلي بالك بقى، عشان كده هو مش عارف يقرر هو عايزك ولا لأ، وخايف من التجربة، هو خايف يخش في علاقة تانية يخسر 8 كوبايات زي ما خسرهم قبل كده، كان في علاقة مستقرة جدا ولكن هو خسر 8 كوبايات، خسر حاجات في العلاقة دي كتير، عشان كده هو خايف، بس هو بيحبك، بس هو أعتقد التجربة السابقة بتاعته علمته انه يفكر مليون مرة قبل ما يتقدم في اي شيء، عشان كده هو قاعد لوحده ما يحسب هو انا رايح فين وجاي منين، مش لازم يحبني ولا بيكرهني، بس هيكمل ولا مش هيكمل، هيسيبني زي اللي فات ولا لا. فانت بتحكم عليه احكام قاسية قوي واحكام مش من حلها خالص، هو لا بيكرهك ولا هو عايز لك حاجة وحشة ولا هو بيتسلم، هو شخص خارج من تجربة سابقة مؤلمة مثلا، او سايب وراه تجربه يعني بكل ما فيها، وعايز يبقى لوحده، هو عايز يبقى لوحده على فكره شويه، حتى هو شايف العلاقه ايه، شايفها دفوت، شايفها بدايه حلوه قوي، مش بقول لك الشخص ده عايز يخش بس هو خايف، شايف العلاقه دي بدايه حلوه قوي قوي، دفوت البدايه اللي هو كمان كان بيبحث عنها، وشايفك شخص مستقر، الشخص اللي هو كان يتمناه، لكن هو داخليا تعبان نفسيا من التفكير، فايف اوف وند، تعبان. وذا هيرميت مع فايف اوف واند شبه بعض جدا، هو شخص مش مستقر ويفكر مليون مرة، بس هو في الفترة دي هيظهر لك ايه اللي بص بقى، خلي بالك عشان بس ايه بقى تبقى فاهم، هو الفايف اوف واند، خلي بالك الفايف اوف واند هو متلخبط جواه، بس هيظهر لك انه ذا لافرز، هيظهر لك انه بيحبك، عارف ليه؟ عشان يرضيك، عشان هو شاعر بان انت بتعمل حاجات كتير قوي ليه، اوكي، انت شاعر بانك انت عايزه، انت بتحبه قوي، انت بتحبه على فكرة، وشاعر بان هو دي يعني انت عايز تكمل معاه، ممكن يكون هذا الشخص دي طاقته، وهو هو زعلان، هو تعبان على فكرة نفسيا، شخص تعبان نفسيا جدا، انت بقى عايز تخش العلاقة على طول، اللي هو انا هتجوزك دلوقتي. خلي بالكم يا جماعة، احنا غير الطرف التاني، في نقطة تانية انا اكتشفتها يعني جديد، وانت داخل اي علاقة انت ممكن تكون خارج من علاقة من 3 ايام ما يهمكش وعايز تبني علاقة في ثانية، ممكن تتجوز تاني يوم عادي، في ناس بتنام تصحى تبقى ناسية العلاقة اللي فاتت، في ناس تانية يقول لك لا ده درس وانا لازم اتعلمه، 1 2 3 ويلاقي نفسه مش عارف يحب، مش عشان مش عارف ينسى، مش عارف يجرب، مش عارف يخش حاجة جديدة، هو هيظهر لك انه بيحبك زي ما انت بتظهر له، لان هو مش عايز يكسر بخاطرك على فكره، وعارف ان انت بتعمل حاجات كتير قوي ليه، انت ممكن تكون بتشجعه على انه يخش معاك ولازم تنسى ولازم تعمل، بس هو بيحبك وهيظهر لك ان هو بيحبك وعايزك، بس خلي بالك هذا الشخص مش سوي نفسيا، يعني مهما قال لك خلي بالك، بس عشان ما يقولكش بحبك، وممكن تكون هذه الكلمه هو قالها من مشاعر تلقائية حاساها تجاهك، لكن هو في الحقيقة
ولسه محبكش، هو فعلا لسه محبكش خالص، يعني هو مشاعر فقط، إعجاب، معجب باهتمامك، بكلامك معايا، لكن هو كحب حب لا، متأكد من مشاعره ليك برضه لا، عشان ما اكدبش عليك، يعني هو هيفضل معاك وهيظهر لك المشاعر الحلوة دي، بس هو داخليا هو تعبان، تعبان وبيفكر مليون مرة. الأفضل يا برج الجدي إنك ما تغصبش على هذا الشخص، صح؟ هو هيفضل، هو هيحسسك بإنه خلاص بقى بتاعك، وهيكلمك وهيهتم بيك وهيخرج معاك وهيجيب لك هدايا، كأنكوا ارتبطتوا، بس هو داخليا مش سوي، ومازال عنده لخبطة مشاعر من العلاقات السابقة. فخلي بالك من النقطة دي قوي قوي. يعني مشكلتنا إن إحنا بندخل العلاقات مفكرينها هتمشي بقى إيه، واحد اتنين تلاتة، لأ، في مفاجأة، في علاقات بتمشي 5 3 2 1، وبعدين تبقى بعدين ترجع بقى تمشي 1 2 3، يعني مش كل العلاقات لازم تتاخد سلمة سلمة خالص، يعني ممكن تبدأ من 7 وبعدين تخش على التانية، وبعدين هو الشخص ده كده، الشخص ده عايز يترتب الأول وبعد كده هيمشي معاك 1 2 3 4، يمكن هو هيدي لنفسه فرصة إنه يخش معاك العلاقة دي بس من غير مشاعر، هيخش معاك كإيه بقى؟ كإيه؟ مش هيكون بيتسلى خالص، هو هيخش معاك يشوف الأول هل هو قادر على إنه يستقبل حب ولا لأ، لأن هو شايفك إن أنت تجربة عظيمة جدا هو لازم يدخلها، دي بداية حلوة أوي. هو مشغول جدا في شغله على فكرة، وعنده كمان إنجازات هو بينجزها يعني في حياته. طب خلينا نشوف كده، طيب برضو يعني هتأكد لك برضو من النقطة دي، هل هو مستعد بالفعل إنه يخش معاك في علاقة حقيقية؟ أو يتمنى إنه يخش معاك في هذه العلاقة؟ آه عنده، بس إيه بقى البيج أوف كابس، بص برضو بيج حاجة صغيرة، هو عايز يخش بس تاتا 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 تاتا، انا هدخل معاك في العلاقه وهسمي الله، ويا عم هسيبني من الماضي وارمي اللي ورايا، بس بالراحه، براحه عليا براحه عليا، عشان انا ايه ممكن اقع منك، براحه عليه خالص هذا الشخص، خده على الهداوه، يعني ابدا العلاقه كصداقه الاول، ودي نصيحتي، خش العلاقه الاول كصداقه، ازيك عامل ايه، وما تهتمش قوي قوي ولا تبعد قوي، خلي في مسافه، خروجه مثلا كل اسبوع، مش كل يوم، مش كل يوم، ما تظهرش مشاعرك قوي عموما في اي علاقه، سواء كانت علاقه عاطفيه حقيقيه ام علاقه جديده، ما تظهروش مشاعركم مره واحده يا جماعه، لان ده بيخلي الطرف اللي قدامكم يتخض، هو الشخص ده مخضوض منك، انت دخلت مره واحده، بص انا مساء الخير انا عايز اتجوز، او مساء الخير انا بحبك، فهو اتخض منك، هو خارج من تجربه صعبه ومؤلمه، فبالتالي لسه ما تشافهاش، فليه ما نخليش الشخص ده يتشاف على ايدينا وفي نفس الوقت نكون احنا البدايه مثلا. طيب برج العذراء، ان كان هناك شخص قادم، هل هناك شخص قادم؟ مين هو الشخص القادم ده؟ الشخص القادم هو شخص من الماضي، ده باين جدا يعني، الفايف اوف بانتكلز، وممكن يكون بقالكوا فتره كبيره جدا ما بتتكلموش، ممكن كمان يكون الشخص ده سافر وسابك او تزوج مثلا، ايه اللي بيميزه؟ ممكن تكون انت كنت مستنيه بقالك فترة، او ان هذا الشخص ذا ستار، شخص مشهور جدا حواليه معجبين، او امور قوي قوي قوي، بس اعتقد ان هذا الشخص انت كنت مستنيه برج الجدي. ممكن تكون يعني كنت بتحلم بيه كمان، هو شخص من الماضي يعني. انت هذا الشخص من الماضي بالفعل يعني. طب خلي بالك بقى يا برج الجدي، ركز معايا بس، هتميزه ازاي؟ الشخص ده متكبر قوي قوي، ومتكبر لأبعد حد، وشايف نفسه وبيشوف نفسه على اللي قدامه، ودايما عنده النقطة دي، بس 3 كروت يعني لطاف جدا هو شخص بيحب يهزم اللي قدامه، هو واخد مقلب في روحه،
زي ما، او ممكن يكون هو شخصيته كده او عمله مخليه كده، ممكن يكون ممثل كاتب حد مشهور على السوشيال ميديا فهو شايف نفسه ان هو امور وجذاب جدا. لكن خلينا نشوف لك طيب مشاعره ايه هذا الشخص، انت بيحبك، هو بيحبك بس هو عنده 3 عيوب. شايف نفسه شوية وبيعمل حركات صبيانية شوية برضو، لكنه راجع وندمان، راجع ندمان وعايز يبقى معاك علاقة جدية، فما تقلقش منه ولا حاجة. بس هو ما اتغيرش، لو انت هتسأل بقى هو اتغير ولا لا، لا هو مازال ده 3 قلوب دي شخصيته، هي شخصيته كده. في ناس كتير بتقول لي هو شخص المتكبر بيتغير، انا عايز اقول لكم على حاجة، مفيش حد بيتغير، اللي بيتغير ده مش بيتغير، هو بيتشافى من حاجة هو حصلت له خليته يبقى متكبر او عنيد او كده، وبيفهم شخصيته يبدأ بقى يتصرف عكس الشخصية دي. يعني مثلا انا شخص متكبر، بعمل مثلا حركات تكبر مع الطرف اللي معايا، أبدأ اعرف انا ليه بتكبر وأبدأ ان انا اعالج دي، لكن التغير تغير لا، بيفضل عنده تكبر، لكن هو بيحاول ان هو يتغاضى، اللي هو مثلا ايه، انا همشي كده وامشي كده، تكبر كده انا امشي كده. لكن هو بيحبك وعايز معاك علاقة جدية، يعني ممكن سابك من فترة كبيرة فهو عايز يبقى في علاقة جدية. شكرا يا برج الجدي.